برحب بضيفي، يعني حارس مرمى صاعد واعد خلال الفترة السابقة، كان متواجد في تدريبات الفريق الأول بالنادي الأهلي، أدهم محمد سيحة، حارس مرمى فريق 2003. منورنا يا أدهم. منورك يا كابتن أسامة. أخبارك إيه يا بطل؟ الحمد لله تمام. قول لي بقى، الفترة اللي فاتت ما شاء الله تم تصعيدك مع الدرجة الأولى، تتمرن ودخلت في التمرينات معاهم. قول لي بقى الأجواء، ميشيل يانكوني وهو كان معاكم في قطاع الناشئين وخلاص حافظ قطاع الناشئين والحراس الموجودة في قطاع الناشئين. كابتن ميشيل طبعا مدرب كبير وبيحب الحراس كلها، فان هو يعني بينزل الفتره اللي فاتت، يجي ينزل يتمرن يمرننا ويقول تدريب ويدي نصائح لكل الحراس من كل السنين، فدي طبعا حاجه كويسه جدا في الناشئين النادي الاهلي، وهو بيحبنا كلنا وبالذات تمارينه حلوه. فرصه الفتره اللي نزلها في قطاع الناشئين ان هو حفظ اللعيبه كلها، دي برضو يعني كانت حاجه ايجابيه في مصلحتكم يعني زي ما بقول، صح؟ طبعا ده ادانا خبرات كبيره، هو مدرب كبير وطبعا كان بيقول لنا نصائح، هو يعني مش بيقولها لنا احنا بس، ده كان بيقولها للكابتن الشناوي وكل الحراس اللي دربها يعني. عايز ابتدي معاك بقى الموضوع من الاول. ادهم سيحه، انت من حراس مرمى وادي دجله، صح كده؟ ابتديت امتى؟ ابتديت كوره وانا عندي 7 سنين في اكاديميه وادي دجله، وفضلت في دجله 10 سنين او 9. اول ما ابتديت حارس مرمى ولا كنت لاعب الاول؟ لا كنت لاعب كده، ما كملتش يعني. كملت اللعب كلاعب. بس كان عندك الهوايه انك حابب تبقى حارس مرمى. وبعديها بقيت حارس مرمى وفضلت بقى في الناشئين لغايه اما اتصعدت، بقينا براعم ومن براعم بقينا ناشئين. وفي اخر فتره يعني الحمد لله كنت بطلع اتمرن برضو فوق مع الدرجه الاولى في وادي دجله. كويس. وكنت بنزل العب ماتشات مع فرقتي. لفت الانظار علشان كده النادي الاهلي اتعاقد معاك السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها؟ لا السنه اللي قبلها. اللي قبلها من سنتين النادي الاهلي. مين اللي شافك او في مباراه ايه النادي الاهلي بدا يتابعك علشان تنضم للنادي الاهلي؟ هو من وانا صغير بصراحه يعني النادي الاهلي كان عليك يعني. بالذات في ماتشات النادي الاهلي كنت عامل ماتشات كويسه يعني. كويس. وجت السنه اللي قبل اللي فاتت وانا بنلعب ماتش في النادي في مدينه نصر، كنت عامل ماتش كويس، وبعد الماتش كابتن خالد، المفروض كابتن خالد بيبو المفروض اتكلم مع النادي وادي دجله ان هو يعني يضمني النادي الاهلي. يعني كان اول واحد يكلمك بعد المباراه كانت في مدينه نصر كابتن خالد بيبو. كنت سعيد بقى لما النادي الاهلي في الوقت ده يعني بيكلمك وعينه عليك وعشان هتنضم للنادي الاهلي؟ طبعا ده شرف لاي لعيب كوره يعني ان النادي الاهلي يبقى مهتم بيه كده. فاكر اول تمرينه كانت في النادي الاهلي في قطاع الناشئين؟ مين اللي استقبلك وقتها؟ المدرب بتاعك يعني، الكلام اللي اتقال لك؟ اول حد استقبلني كان كابتن راشد الاداري. ده الاداري. وبعديها وداني الكابتن تامر وكابتن سيد غريب. كابتن تامر الدسوقي مدرب الحراس. قعد يتكلم معايا شويه وقال لي انت مش جاي يعني تختبر، انت جاي احنا عارفينك، انزل تمرين اكنك مع فريقك. وطلع كل اللي عندك وان شاء الله حاجه كويسه وخير يعني. مين المدربين اللي مرنوك في قطاع الناشئين؟ قلت لي الاول كان الكابتن تامر الدسوقي. كابتن تامر الدسوقي، والسنه دي معايا كابتن خالد عثمان. خالد عثمان. اتعلمت من كل واحد ايه؟ اتعلمت ابرز الحاجات اللي اتعلمتها جوه النادي الاهلي. اتعلمت طبعا ان احنا كل ماتش نلعبه على مكسب، ما نفرطش في اي نقطه، ونطلع كل اللي عندنا في الملعب عشان احنا بنلعب يعني لنادي كبير ومنظمه كبيره. وان شاء الله يعني السنه دي نحقق اللي هم عايزينه مننا.